هو اللي كان يستلم السلم كان مش راح يستلم بس كان لسه واقف هو بنت يا باشا ماشي على الحال ما لا ده انا ورامي واخدين حاجات من 20 سنه فايده بقى ايه ده لا ما هي واحده واحده والله من 20 سنه هو الاستيريو ايزومريزم دي ما فيهاش فن كبير كتير يعني هو بس هنفهم ايه الدنيا ماشيه هو الستيريو كيمستري هي كل قصة بيتكلم على شكل الدراج في الفراغ يعني تمام شكل الدراج في الفراغ اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي الاو اتش تبقى الناحيه الثانيه تبقى هي دي كلها بس هنعرف انواع الايزومرز زي ما احنا ماشيين دلوقتي هنتكلم عليها طب تمام الستيريو كيمستري قال لك ذا كيمستري اوف مولكيول ان 3 دايمنشن يعني في الفراغ A clear understanding of stereochemistry is crucial for the study of complex molecules that are biologically important that protein, carbohydrates, nucleic acids and also drug molecules especially in relation to their behavior and pharmacological action اللي احنا اتكلمنا عليها يا جماعة ان انت لو غيرت الشكل اللي في الفراغ دوت هيتغير صفاته هيتغير حاجة كتير pharmacological action هيتغير physical properties اصلا بتاعته هتتغير في حاجة كتير هتتغير تمام؟ اول نوع منهم من الايزومرز اللي هو الكونستيتيوشنال ايزومر هنا بيتكلم على الكونستيتيوشنال ايزومر هنا مش بيقول لك ان هو شكله اتغير في الفراغ لا هو يعني مثلا هو بيقول لك اهو الايثانول والديميثال ايثر والاثنين دول لا الاثنين دول كونستيتيوشنال ايزومر هو هنا شكله ما اتغيرش في الفراغ هو شكله اتغير كومبليتلي اصلا يعني هو شكله بس هم نفس المولكيولر ويت يعني لما تيجي تفرغهم هتلاقيهم نفس عدد السيز ونفس عدد الاتشز ونفس عدد الاكسجين هم نفس العدد بالظبط يعني هو انت يا دكتور ما تبصش للمنظر ده عشان ايه بص يا دكتوره بص الرسمه دي اصل الرسمه دي بس تتفهم بطريقه ثانيه يعني عندك الايثانول ايه لا هي بص الايثانول ده سيبك من الرسمه اللي مكتوبه ما عندك هو بيبقى سي اتش 3 بعد اذنكم يا جماعه سي اتش 3 سي اتش CH2 الثانية بقى بص اهو CH3 عدد الاتشز هنا كام واحدة؟ ستة وهنا ستة وانت عندك اتنين سي هو هنا نفس عدد الكرب نفس عدد كل الاليمنتس عموما الاتومز بس متلخبطين في الترتيب مش متغيرين في الشكل لا ده متلخبطين في الترتيب كومبليتلي اصلا هنا يتقال عليهم كونستيتيوشنال ايزومر يعني ما يتقالش عليهم الانواع الثانيه دي بقى ما يتقالش عليه كونفورميشنال ايزومر ما يتقالش عليه انانتيومر ما يتقالش عليه دايستيريومر ما يتقالش عليه غير كونستيتيوشنال ايزومر معناه كونستيتيوشنال ايزومر معناه ايه معناه ان هو نفس عدد الاتومز بس مختلفين تماما تماما في الشكل الكيميائي ترتيب الترتيب الترتيب مختلف تماما كل ونفس القصه في البيوتين والايزوبيوتين انت نفس القصه برضه تمام دي كونستيوشنال ايزو قال لك تو ديفرنت كومباوندز هاف ذا سيم مولكيولر فورمولا بات ديفر ان ذا نيتشر اور سيكونس اوف بوندينج Constitutional isomers generally have different physical and chemical properties. مختلفين في الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بتاعتهم. تمام. نيجي بقى للستيريو ايزومر. الستيريو ايزومر قال لك compounds where the atoms are connected in the same order but with different geometrics. يعني هو نفس الاوردر نفس الترتيب بس الجيومتريكس بتاعتها مختلفة يعني شكلها في الفراغ مختلف. شكلها في الفراغ مختلف يعني انت عندك هنا مثلا اول مثال عندك الدي جلوكوز والبيتا جلوكوز تمام الالفا جلوكوز قصدي والبيتا جلوكوز هو اتش ماسكه في الوضع بيتا وهنا ماسكه في وضع اصلا ايه السيناميك اسيد عشان الاتشات ماشي بس هنا السيناميك اسيد ماشي والسيس والترانس دي هناخدها في الاخر الفرق ما بين السيس والترانس دي لا هو هيقول لك ايه ده الاثنين دول ايه انه نوع في الايزومر ليبو ولا ديستيريو لا هيقول لك دول تعتبرهم انانتيومرز ولا دايستيريومرز ولا كونستيتيوشنال ايزومرز ولا انت فاهم قصدي كده يعني بس الديستيريو ايزومرز يا جماعه ليها انواع كتير بس احنا بنتفق الاول على المعنى الاساسي انواع الديستيريو ايزومرز هتلاقي تحت الانواع من اول الايه كونفورميشنال ايزومر كونفيجوريشنال ايزومر اوبتيكال ايزومر تمام
لا الاوبتيكال ايزومر مش تبعهم. الكونفرميشنال والكونفيجوريشنال بس. تمام؟ فهنا عندك مثلا عندك ترانس سيناميك اسيد هو نفس ترتيب الالكترونز بس هو جه هنا عند 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 سي هي عواجها ايوه عواجها بس يعني بدل ما دي كده عامله كده اما عواجها منزلها لتحت. تمام؟ هو مش قلبهم. لا هو مش قلبهم خلاهم هما الاثنين في ناحيه واحده. لا ما لو نزلت النقط باين لا ماشي بس يعني لما تقول لا هي كانت كده عملها كده لا هي لما الاو جت مجال الاو اتش حصل ما بينها التداخل احنا قلنا عليه شتت مع الكربونات الثانيه فتعمل باكينج اللي احنا قلنا عليه. ماشي عموما there are two major types of stereoisomers. احنا لسه هنعرف الانواع بالظبط دلوقتي. there are major types of stereoisomers, conformational isomer and configurational isomers. configurational isomer include optical isomer. ايه السيس اللي هو الاثنين في الاتجاه واحد السيس في هناخدها في الاخر تحت هنا في السيس والترانس بالتفصيل. ايون سيس وترانس بيبقى بس هقول لك حاجه السيس وترانس لازم يبقى فيه دبل بوند يعني والترانس عكس بعض بس لازم يبقى فيه دبل بوند هنجيلها في الاخر لا في ازاي بقى زي في عندك دبل بوند اهي اللي مع الاو عكس اتجاه الدبل بوند اللي جوه الرينج. يا جماعه انا عندي دبل بوند ايوه في اتنين بالكو لو الاثنين دول في ناحيه واحده يبقى سيس واحده فوق والثانيه تحت. ما احنا هنيجي عندها بالتفصيل دلوقتي هنيجي عندها بالتفصيل بالراحه واحده هتيجي كل هتلاقي كل الانواع جايه لك واحده واحده. اول حاجه الكونفرميشن الايزومر. بص يا جماعه الكونفرميشن الايزومر بقى يعني فيها المفروض شويه خيال شويه. الكونفرميشن الايزومر قال لك اتوم within a molecule moves relative to one another by rotation around a single bond. such a rotation of covalent bond give rise to different conformation of a compound. each structure is called a conformer or conformation isomer. سيبك من الكلام دلوقتي بص على شكل البروبان دوت. تمام؟ البروبان ده انت اللي هو الاولاني اللي هو الاتش اللي هي معموله على شكل اتش دي كده. تمام؟ بص لها بقى كانك ماسك البروبان ده بالطول كده يعني انت ماسكه كده كانك بتبص عليه من 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 قدام. هيبان لك ايه؟ هيبان لك الشكل اللي هو اللي فيه دواير دوت اللي فيه دايره ده اهو انت عندك اللي هو التاني ده بص التاني ده مش عارف اوريها لكم زي انتوا شايفين ولا لا. بص انت لو مسكت البروبان من عملته كده اللي هو اللي في الجنب اللي هو فيه اتشز كتير دي وقمت عامله كده هتبص تلاقي بقى عندك هيبقى شكلين يا عندك يا اكليبسد يا ستاجرد. ستاجرد معناها ان كل واحد واخد يعني شايف شكل الستاجرد وشكل الاكليبس بعاد عن بعض او القريبين من ايون ده الله ينور عليك ده الموست ستيبل الستاجرد فهي ده يعني انت لو شفت البروبين زي ما بقول لك كده من 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 المنظور دوت هتلاقيه الشكل يا اما اكليبسد معناه ان هم قريبين من بعض او استاجرد معناه انهم بعاد عن بعض او سايبين براح لبعض قريبه من بعض يا اما عكس بعض او بعاد عن بعض. تمام. كونفيجوريشنال ايزومرز ودي هي المهمه يعني هي دي اللي فيها الكلام يعني الكونفيرميشن ايزومر انت لو لفيته يعني هو على فكره هنا مفيش اختلاف في يعني في الكونفيرميشن ايزومر انت لو لفيت دوت هيرجع يعني انت لو لفيت ده كده لفيته حوالين الكربون على هتلفه هيرجع هيبقى اكليبس تاني لو لفيته هيرجع يبقى استاجر تاني هو نفس المولكيول بنفس كل حاجه بس هي الفرق انت لفيت الكربون انما انت عندك الكونفيجوريشن ايزومر مهما لفيته مش هيبقى زي التاني يعني مهما انت لفيت حوالين الكربون يعني انت ما هنيجي نتكلم دلوقتي على انواع الكونفيجوريشنال وهتفهم قصدي. تمام؟ قال لك configurational isomer قال لك differ from each other only in the arrangement of their atoms in space and cannot be converted from one into another. الاولاني لا ممكن to convert ممكن ترجعه يعني لو لفيته هيرجع للشكل التاني انما configurational confirmation انما configurational مهما لفيته مش هيبقى زي التاني يعني انت زي ما احنا قلنا كده الايد والايد دي مهما لفيتها مش هتبقى زي دي لان دي مش زي دي يعني لازم هو هنا ما نيجي نتكلم عن configurational isomer يقول لك mirror image يعني اي حاجه ميرور ايمج مش هتبقى زي يعني زي الايدين بالظبط الايدين دول ميرور ايمج بس نون سوبر امبوزابل يعني ايه نون سوبر امبوزابل يعني لو مسكتهم حطيتهم كده ما يتطبقوش على بعض فاهم ايه
لا انت كده بتفاصل يعني معنى كده، هل معنى كده؟ ما هي ده معناها ايه؟ معناها ان الايد اليمين دي لو قطعتها وحطيتها مكان مش هتركب مكانها، مش هينطبق. لو جيت تركبها مكانها هيبقى مش مظبوطه، مش زي اللي تحت. فهمت قصدي؟ بس configuration of isomer قال لك differ ماشي، قال لك differ from each other only in arrangement of their atom in space and cannot be converted from one into another by rotation by rotation about single bonds within the molecule. كلمة chirality اصلا اللي هي الكربون، اللي هي بيسموها chiral carbon. قال لك many objects around us are handed for example our left and right hands are mirror images of each other and cannot be superimposed on each other. ما ينفعش نحطهم على بعض ويبقوا متطابقين. ده زي الكونفيجريشنال بقى كده ولا ايه؟ لا، ما هي chirality ده شرح للكونفيجريشنال. شرح هو بيتكلم ايه بقى. The most common feature in chiral molecule is a tetrahedral carbon، يعني كربون فيها اربع فروع، تمام؟ ايوه اسبيستري tetrahedral carbon atom with four different atoms or groups attached. such a carbon atom is called a chiral carbon، اللي هي بقى الكربون اللي هي بنلف حواليها دي هي اسمها الكايرال كربون. تمام. عليها اربع برانشز، اربع بوند. Like the most common feature in chiral molecule is a tetrahedral carbon with four different atoms or groups attached. Such a carbon atom is called a chiral carbon or an asymmetric carbon. خد بقى chiral molecule don't have a plane of symmetry. يعني ايه ما لهاش plane of symmetry؟ يعني مش لو في plane of ميزو سانتونوس ما تقلقش هيجي الكلام ده. ماشي، بس ده مش ميزو. لا ده مش احنا لسه ما جيناش عند الميزو. لا يعني ايه مش هيتطبقوا على بعض، بس كده. لو تنتها مش هيتطبقوا على بعض، ميزو ميزو ستراكشر. هنقول دلوقتي الكلام ده. تمام. اول نوع بقى في الكونفيجريشن اللي هو الانانتيومرز. لا لا لا، هو انواع الكونفيجريشن، انواع الكونفيجريشن من انواع ماشي تمام. اول حاجه الانانتيومرز، تمام. قال لك ايه بقى؟ كايرال مولكيول يعني في كايرال كربون، تمام. اند اتس ميرور ايمج ار كولد انانتيومرز اور ان انانتيوميريك بير. دي ار نون سومبر امبوزابل. Enantiomers share same physical properties. يعني enantiomers ليهم نفس physical properties. زي melting point, boiling point, solubilities. They also have they have same chemical properties. بس بيختلفوا بقى ايه في الactivities. With plane polar يعني اللي هو بقى بيلف عارفين فاكرين اللي هو بيلف polarized light اللي بيلف هو مع قارب الساعة يبقى دي عكس L. تمام؟ دي اللي هي dextrorotatory والL levorotatory. تمام؟ which gives rise to optical isomerism and also in their pharmacological action. يعني بيختلفوا في الفارماكولوجيكال اكشن. عندك المثال هنا اللي جايبه لك البيوتانول، تمام. برضو عشان نعرف بس يا جماعه ايه، لان الموضوع ده برضو بيجي فيه اسئله رغم انه موضوع تافه بس بيجي فيه اسئله. انتوا شايفين البوند هنا، اما تيجي مثلا بوند هنا سي، تمام. هنرسم البيوتانول، هتلاقيه عمل لك ايه؟ شرط مقطعه كده وكاتب لك اتش، وعامل لك ويدج هنا بخط تخين مثلا، وحاطط لك او اتش هنا سي اتش 3 وهنا سي 2 اتش 5. طيب النقط المقطعه دي بتعني ايه، والويدج الثقيله دي بتعني ايه؟ مقطعه. ايوه المقطعه دي معناها انها ايه؟ تحت سطح الورقه. يعني لو المركب، لو الكربونه هنا، الكربونه هنا، يبقى الاتش تحت 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 سطح الورقه. ايوه اللي هي الاو اتش بقى معناها انها فوق سطح الورقه، يبقى الاو اتش هنا والاتش تحت، والاثنين دول في نفس مستوى سطح الورقه. يعني الاثنين البوندز العاديه دي معناها ان هم في نفس المستوى، المقطعه دي معناها انها تحت والوجه اللي هي الثقيله دي معناها انها قدام. تمام، دي بس عشان تتخيل شكل الموضوع دوت في الفراغ بس. لان في ساعات يقول لك بروكن ويدجز، اللي هي دي يقول لك بروكن ويدج، دي علامه على ايه؟ علامه ان على ده. اقول لك ايه بقى؟ اندر ذا بلين اوف، يعني تحت المستوى الكربون ولا فوقها؟ دي بس يعني ده بيبقى سؤال مثلا. طب دي بروكن ويدجز
سوليد ويدج او حاجه زي كده تقريبا سوليد صح صح كده. هي الويدج دي كانت في حاجه في سندوتشات صح صح تمام تمام لا 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 لا, لا, لا. تمام. هنا بص هتلاقي شكل مثلا تحت للانانتيومرز في الاخر اخر الصفحه خالص يعني الاي والبي دول انانتيومرز لبعض يعني شوف انانتيومرز لبعض معناه ايه معناه ان هما ميرور ايمج اللي هما تحت دول الاي والبي الاي والبي اللي تحت دول يعني اهو بص ميرور ايمج رغم ان ايه هنا ميرور ايمج في تو كايرال كاربون يعني هنا انت عندك اتنين كايرال كاربونز اتغيروا اللي هو تحت خالص اخر حاجه في الشمال اخر رسمه في الشمال تحت اخر رسمه في الشمال تحت ميرور تحت بس في الكربونز اللي هم في الاي وفي الاتش والو اتش الاتش والو مش مش لا مش 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 كايرا الكربون بس يعني بس مش كايرا مش لازم يبقى دي هو بنتكلم على 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 اللي تحت دي تمام اصل الاو اتش والو اتش دي اصلا ممكن تلف كده وتلف كده هترجع مكانها قريبه منها الامور الكترونيجاتيف اتوم او مولكيول نيجاتيف جروب هقول عليها هي الكايرا اليمين الثانيه بتاع تبع عليها فخلينا بلاش تسميه ستريتشن هو ده البيرنت ده البيرنت بقول لك عملت اقول لك مش اسمين تحت بعض بعض بس الاثنين دول ما ينفعش يبقوا انانتيومرز يعني ده السي والبي والسي ما ينفعوش يبقوا انانتيومر ليه لان هم لا لان هم مش ميرور ايمج يعني لازم يبقى ميرور ايمج يعني يعني انت اما تيجي نتكلم على الدايستيريومرز يعني الدايستيريومرز هو هم برضو ايزومرز بس ما هماش ميرور ايمج يعني مش الدايستيريومرز ان هو مغير حاجه بس في الاستراكشر مغير الاستراكشر الله ينور وما هماش ميرور ايمج يعني انت عندك هنا في برضو في اخر رسمه تحت في الاخر خالص عشان تعرفوا الفرق ما بين الانانتيومرز والدايستيريومرز الدايستيريومرز انت عندك تحت في اخر الصفحه تحت عشان على اليمين عندك الاي والسي والبي والدي هنا الاي والسي دايستيريومرز لبعض ليه لان هما مش ميرور ايمج ما هماش ميرور ايمج لبعض ماشي وبرده طالما هما مش ميرور ايمج يبقى مش انانتيومرز يبقى دايستيريومرز ونفس القصه مع البي والدي يبقى الاي والبي انانتيومرز والسي والدي انانتيومرز الاي والسي دايستيريومرز والبي والدي دايستيريومرز عندي اثنين ايزومرز كونفيجريشنال ايزومرز عندي اي اثنين لو هم ميرور ايمج لبعض مش هم دايستيريومرز انا عندي واحد اللي هو الايه ممكن يبقى دايستيريومر مع الاثنين الثانيين والبي نفس الكلام نفس الكلام ما هو 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 رسم ايون بس كده تمام بس عشان نبقى عارف يقول لك مين في دول انانتيومر للثاني يعني لو سالك جاب لك اثنين ستراكشرز وقال لك تبقى عارف مين ده انانتيومر ولا دايستيريومر تمام تمام اوبتيكال ايزومرز اني كومباوند ذات روتيت بلين بولارايزد لايت ار كولد اوبتيكالي اكتيف اف ذا روتيشن از ا كلوك وايز دايركشن ذا انانتيومر از سيد تو بي معلش بس هو الراجل اللي فوق بتاع الراجل المصدر انا ميرور ايمج ولا لا ماشي خلاص نكمل ماشي ماشي هو احنا لا هو احنا قريناه على فكره اللي احنا قلنا شرح ماشي اوكي قالك a chiral molecule and its mirror image are called enantiomers or an enantiomeric pair they are non superimposable اللي احنا فشرحناها ما يتحطوش على بعض enantiomers share same physical properties يعني نفس ال physical properties من ناحية melting و boiling point solubilities they have the same chemical properties however they differ in activity when, with plane same physical and chemical بيختلفوا في البلين في البلين بولارايزد رايت واحد بيلف في البلين بولارايزد بيلف الضوء ديكسو روتاتوري مع عقارب الساعه وفي واحد بيلفهم ليفو روتاتوري عكس عقارب الساعه اللي هو عارف البولارايزد لايت احنا حاجات ما شفناهاش في المعمل يعني بس سمعنا عنها او شفنا الرسمه بتاعت الجهاز حد شاف البولاراميتر ده ايوه زي بينك لا ماشي ماشي ده مغني مغني بيك فلويد لا مش معنى تمام يعني هم مهتمين في الفيزيك في هم لا هو بقول لك هو لا they differ in their activities with
plane polarized light activities with plane polarized light. بص plane polarized هو بقول لك المفروض ان اللي تشرح لنا الجهاز بيتحط الماده في محلول وبيتحط وبيتسلط عليها حاجه اسمها polarized light او ضوء اللي هو مش معرفش مش متعين معرفش اسمه ايه. تمام. فهو المفروض انه بيلف الضوء دوت في بقى الايزومر اللي الديكسروتاتوري هيلف الضوء مع عقارب الساعه. الليفر روتاتوري هيلف الضوء عكس فهو ده يبقى دي وده ال بس ما ايوه بس تمام. which gives rise to optical isomerism and also in their pharmacological action. يعني مختلفين في الفارماكولوجي يعني هم متفقين في الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بيختلفوا في الفارماكولوجيكال اكشن وبيختلفوا في اللي هو ادائهم مع البولارايزد لايت. الاوبتيكال ايزومر اني كومباوند ذات روتيت بلين بولارايزد احنا قلنا ار اوبتيكال ار كولد اوبتيكالي اكتيف اف ذا روتيشن از كلوك وايز دايركشن يعني مع عقارب الساعه. اللي هي ايه الويج بوند والفيشر بروجكشن لا ده هو بيقول لك ازاي بنرسم ازاي بنرسم المركب هو طريقه الويج اللي انت قلت الويج دي ايوه والبروكن اللي هي الوجه والبروكن دي بس دي المهمه يعني سيبك الاليمين دي فيشر بروجكشن هو راسمها من غير اي توضيح مين فوق ومين تحت ومين في الجناب يعني هو راسم الفيشر وفي ايوه 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 طب الماينس والبلس دي فين الماينس والبلس واحد ديكسترو واحد ليفو واحد ديكسترو الديكسترو بياخد بوزيتيف والليفو بياخد نيجاتيف الدي بياخد بوزيتيف الدي بيبقى بوزيتيف والال بيبقى الدي والال تحت يا دكتور اللي احنا ما هو يعني نيجاتيف دي ال ايوه الدي الدي مع قارب الساعه الدي مع قارب الليفو عكس لا ما تشغلش بالك بيه اشطبه تمام ايه اللي هي اللي فيها دايره دي ده نوع من انواع الاكليبس يا جماعه الاكليبس تمام لا بس هو برده هو الاستيريو رخم يا جماعه هو برده مش من الطبيعي ان احنا نفهمه من في تخيل شويه تمام يبقى قلنا اي حاجه هتلف ال 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 اهو قال لك اذا روتيشن از كلوك وايز دايركشن ذا انانتومي از كولد سيت تو بي ديكستر روتاتوري بياخد الدي ساين ان فرونت اوف اتس نيم انتي كلوك وايز روتيشن جيفز ان انانتومي ويتش از نون ليفر روتاتوري اند جيفز ساين ال ان فرونت اوف ذا نيم ذا اماونت اوف روتيشن كان بي ميجرد وين ان انسترومنت كولد بولاريميتر انانتومرز ار اوبتيكالي اكتيف اند ار كولد اوبتيكال ايزومرز وذ وان بينج بوزيتيف اند ذا اذر نيجاتيف اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. هنيجي بقى للميزو ستراكشر اللي الدكتور قال لنا عليه دلوقتي يعني وهنا بيتكلم على انانتومرز وميزو ميزو ستراكشر هنا الميزو هينفع تطبقهم على بعض عندي اثنين ستيريو سنترز دايستيريومر وميزو دايستيريومر يا ميزو بالظبط كده صح قال لك اهو بصوا يا جماعه الميزو ستراكشر مينز ذيس كومباوند اند اتس ميرور ايمج ار سوبر امبوزابل دي هاف ذا سيم كومباوند ليه لان هو اصلا احنا قلنا قبل كده ان الكومباوند عشان نقول عليه كايرال لازم ما يبقاش فيه بلين اوف سيمتري او ما ينفعش تطبقه على بعض. هنا عندك الميزو ستراكشر ينفع تطبقه على بعض عندك اهو يعني انت عندك رقم 3 في بلين اوف سيمتري في الكومباوند نفسه جوه الكومباوند نفسه انترنال سيمتري جوه الكومباوند تو ايكوال هافز يعني اللي نص المركب من فوق هو نص المركب من تحت تمام ده يبقى ميزو ستراكشر ده يتقال عليه ميزو ستراكشر نص بص هو قاسم لك الكومباوند اهو هو 3 و4 دول ميزو ستراكشر تاني حاضر رقم 3 الاستراكشر رقم 3 انت عندك 1 و2 و3 و4 جنب بعض اهو تمام رقم 3 انت عندك رقم 3 في هو حتى قاسمها لك من النص وقال لك 2 ايكوال هافز يعني النص اللي فوق زي اللي تحت انت عندك بلين اوف سيمتري جوه الكومباوند نفسه تمام ده بيتقال عليه ميزو ستراكشر بس يعني لو هو انانشومر
ويعني ينفع ميرور ايمج وهو نفسه ينفع هو نفسه ايون يبقى ميزو. لكن لو انانتومر بس يبقى انانتومر ما ينفعش يتقسم يتحط يعني هنا انت ده 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 يعني ما فيش بلين اوف سيمتري جوه الكومباوند نفسه. يعني انت عندك رقم 2 ما ينفعش تطبقه على بعضه لان الاو اتش هتيجي على الاتش. يعني انت عندك رقم 2 ما فيهوش بلين ما فيهوش بلين اوف سيمتري جوه الكومباوند نفسه. تمام. هو بس هو السؤال ما بيخشش يعني صعب قوي كده. هو يعني هو بيجيب لك حاجه واضحه جدا وصريحه جدا مش هيتوهك. يعني هو بيجيب لك عشان تبقى عارف ان بس تبقى عارف ان ده انانتيومر او ده ستيل. ممكن يجيب لك الرسمه بتاع الاستراكشر, ممكن يجيب لك ممكن يجيب لك ديفينيشن. يعني ممكن يجيب لك ديفينيشن هيجيب لي اسم مركب بيقول لي ده. لا طبعا لا 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 ما انت لا. يعني هو المهم بس ان انا اعرف التعريفات. تعرف التعريفات يعني ايه وتبقى متخيلها بس في دماغك. بس ده المطلوب منك. مش مطلوب منك يعني انت مش مطلوب منك تحفظ الاستراكشرز دي خالص خالص. ده هو دي الاستراكشرز معموله للتوضيح بس عشان تتخيل. قال لك بقى structure 1 و 2 قال لك enantiomers and both are optically active. In structure theory 4 there is a plane of symmetry جوه الكومباند i.e. there are mirror image within a single molecule. يعني في mirror image جوه المولكيول نفسه. such a structure is called mesostructure. structure 3 و 4 قال لك super imposable. تمام. geometrical isomers بقى 3 و 4 super imposable. ايه زي ما يخش بالظبط يعني ايه ينانش مرسوم 3 و 4 ينفع ينانش مرسوم. هو كاتب لك 1 و 2 لا 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 هو لا, لا, لا واحد لا ما ينفعوش ينانش مرسوم زي اللي تحت ما ينفعش ينانش مرسوم اصلا. لا اوبتيكال انكتف لا والاو اتش برضه ما كان زي ما مظبوط. في بلين اوف سيمتري ما ينفعش في بلين اوف سيمتري جوه المولكيول نفسه ما اقدرش اقوله غير انه ميزو. ما عندي اي ديفرنس في الكربون الاكايرا اللي فوق او اللي اللي تحت. الله ينور عليك الله ينور عليك. فين انا مش فاهم ازاي ده فين يعني ليه مش انانتيومرز هم 3 و 4 ما همش انانتيومرز عشان النص اللي فوق زي النص اللي تحت عشان في بلين اوف سيمتري عشان في بلين اوف سيمتري جوه المولكيول نفسه. في ميرور ايمج جوه المولكيول. سيبك من المولكيول ده في المولكيول نفسه ميرور ايمج لبعض النص فوق كربوكسيليك اسيد بس لو هو ما يتقسمش بالعرض ما يجيش بلين اوف سيمتري ما بين الاثنين يبقى انا مش فاهم هنا لما بيقول لك ان ده انانشمنتس. انا فاهم تمام. بوث ار بوث اوبتيكلي اكتف. ما احنا قلنا اوبتيكلي يعني بيلف البولارايزد لايت. اللايت ده لما بيتحط على البولاريميتر هو نقدر نعرفها ازاي من الاستراكشر. ما انت عرفتها من الاستراكشر. هو باين قدامك ان هو انانتيومر اهو. هو باين ان ده ميرور ايمج. ده ميرور ايمج للتاني. ده ميرور ايمج لده يعني واحد ميرور ايمج للاثنين يبقى انانتيومرز. فيبقى ويبقى اوبتيكال اكتف ما طبيعي يبقى اوبتيكال اكتف. تمام. دول ما ينفعش يبقى له اوبتيكال اكتف لان في هنا ميزو ستراكشر. يعني ميزو ستراكشر يعني المولكيول لوحده. سيبك من اللي فوق ده. المولكيول ده ممكن تقسمه اثنين وتطبقهم على بعض. انت لو طبقتهم على بعض هيتطبقوا. تمام. يبقى في 2 ايكوال هافز. طالما في 2 ايكوال هافز ما يتقالش عليه انانتيومرز. طالما في 2 ايكوال هافز جوه المولكيول نفسه ما يتقالش عليه انانتيومر. يتقال عليه ميزو ستراكشر. على قد ما انا فهمت بس هو يبقى شو بتكلي اكتر هو برودة هو مركب ميرو ايمج لبعضه ونفس عدد الكربونز كل حاجة كل حاجة كل حاجة الدايستيريوم زي بعض بس مش ميرو ايمج التركيبة بس نفس عدد نفس كل حاجة كل حاجة. الميزو بقى هو مركب واحد مش اتنين بس يقدر سوبر امبوز على بعض يقدر يطبق على بعضه في 2 ايكوال في 2 ايكوال هافز فيه بس هو مركب واحد هو مش بحاجه ثانيه. لا ما ايوه هو ده اللي بيقول عليه ميزو. ايوه هو ده بتقول عليه ميزو ستراك. ثلاثه بس ده ميزو ثلاثه ده لا يعني ثلاثه ده ميزو الواحد هو واربعه ده ما هو ثلاثه هو اربعه اصلا يا جماعه هو ثلاثه بس من شكل الناحيه الثانيه هو ثلاثه هو اربعه اصلا. ايوه بس مش شايف الناحيه الثانيه حاجه بعيد الوجه الحكايه. هما ميرور ايمج لبعض بس مش انانشمس عشان ما فيش كايرال سنتر بلين اوف سيمتري. الفكره ان رقم 3 ده ما حطيناش بعده 4 لان اللي بيتحكم في حركه ده انه الاو اتش الاثنين يبقوا هنا او هنا الاوبتيكال اكتيفيتي المجموعه اللي فوق تبقى غير المجموعه اللي تحت. في حاجه بتزق ناحيه الضوء انا ما عنديش حاجه بتزق ناحيه الضوء. لو قلبت ده كده او ده كده الاثنين تبقى من بعض فانا ما عنديش حاجه بتلف الضوء. لو حطيت ده في البولاريميتر مش هيلقط فوتونز فمش هيتحدى مش هيقرا البولاريميتر مش هيقرا. فثلاثه واربعه هم ثلاثه. انت صعبتها على فكره.
صعبتها على فكره. انت بتتكلم بتخش في تفاصيل انت بتخش في تفاصيل دي تلزق اكتر. احنا عايزين نلم ده كله كده. طيب تمام. جيومتريكال ايزومرز بقى. جيومتريكال ايزومرز خدوا في بالكم ان قال لك ايه فاوند ان الكينز يعني مش في الالكينز الكينز يعني لازم دبل بوند لازم دبل ايه مش فاهمه ايه من ايه ممكن الدكتور بس هو اللي يتكلم. طب عايزين ايه وانا اقول؟ طيب قولي عايزه ايه وانا افهمك. الميزو ده ماشي انت هو الميزو يلخبط. هو الميزو في حاجه واحده بس. الميزو في حاجه واحده بس هتعرفيها انك تعرفي المركب لون تعرفي تطبقيه على بعض بس. يعني انت اي لا لوحده بس كده نخش على بعض ماشي تمام. جيومتريكال ايزومر بقى لازم الكين دي يا دكتور يعني اللي هو لا هو بص يا دكتور بص يا دكتور الالكان معناها ان كل الكل كله عباره عن سنجل بوند تمام. الالكين معناها ان في دبل بوند يعني واحده من السي دي فقدت واحده اتش مظبوط الالكين ثلاثة بوند بس تمام. اللي هو بقى اما نيجي نتكلم على الايزومرز اللي هم ترانس وسيس اللي هو الترانس وسيس لازم يبقى في دبل بوند تمام. والدبل بوند دي بقى عندك اهو بص في الرسمه عندك ترانس ايه عندك الجي موجوده فين في ترانس والجي والاثنين جي موجودين فين في الترانس والاثنين جي موجودين فين في السيس. في الترانس واحده عكس واحده تمام. في السيس الاثنين على نفس الناحيه لا يا لا جي ما هو جي دي وكانها جروب ان اتش 3 او اتش اي حاجه اي حاجه تمام. هنا اللي ناحيه واحده نقول عليهم سس اللي في ناحيتين نقول عليهم ترانس. بس عايز اقول لك عليه وتطبقها على فكره صلي على النبي. لا والله لا 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 والله ما تريق والله ابدا والله ابدا لا 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 انت يعني انت ما كنت ماسك الراجل ده وطلعت عينه لحد ما الاوفيسر رفض ورقه والراجل قال لك حاجه احنا مبلغين عنها على فكره. ايه ذا سيم جروب مثلا الك فاوند ان الكينز ان سايكليك كومباوندز in alkenes there is a restricted rotation about the double bond. يعني ال rotation اللي كان موجود عندنا في السنجل بوند زمان اللي احنا كنا نقول السي في روتيشن وبتلف حواليها والكلام ده الروتيشن في الدبل بوند بيبقى restricted او مفيش موجود في السنجل بوند طبعا تمام. restricted rotation about the double bond when there are substituent groups attached to the double bond they can bond in different ways resulting in trans opposite side or cis same side isomers. They are called geometrical isomers. They have different chemical and physical properties. They have different physical. دي مهم الكلام ده. مختلفين في الفيزيكال وطالما مختلفين في الفيزيكال وكيميكال أصلاً يبقى أكيد مختلفين. أصلاً أو. تمام. مادة تانية بتعمل شغل تاني. ما يبقاش مين؟ إيه؟ لا لا لا. لا هو ده السيس ده هو اللي ميزو. سيس ينفع ميزو. سيس. ينفع الطبقة على بعض. ينفع لا يطبق دي يا ابني بصوره هم بين السي والسي زو دبل بوند مفيش كايرال اتوم اساسا في الموضوع مفيش كايرال اتوم. هي كايرال اتوم لازم تبقى سنجل بوند. الكايرال اتوم ما تنفعش يبقى فيه كايرال كربون في دبل بوند. مفيش روتيشن كربونة رابطه باربع حاجات مختلفين لازم يبقى فيه تترا هيدرال كربون دي رابطتين مع كربونه ثانيه فانت فائت شرط اساسي في الكايرال. الكايرال احنا قلنا الكايرال لازم تبقى سنجل مختلفين لا او وتبقى سنجل بوند ما تبقاش دبل بوند عشان تقدر تلف اصلا عليه. معلش قول خد راحتك. لا لا خد راحتك. هو برضه في الميزو دي مفيش كايرال بوند مفيش كايرال كارب ليه مفيش برضه سي هنا رابطه بالسي فين في سنجل بوند سنجل بوند كايرال موجودين
انت عندك اثنين كايرال، انت عندك الاثنين دي ودي، دي ماسكه في سيول، دي ماسكه في سيول. ماشي، لا هي مش لازم، هي عادي، هي طبيعي انها تبقى ماسكه في سي. ما هو طبيعي انها تبقى ماسكه في سي، بس سنجل بوند، بس سنجل بوند بس، مش دبل بوند. لازم اربع مجموعات، لا اربع مجموعات فوق غير المجموعه بس. بص معلش، بس التريبل بوند دي لما نشيل بوند نحط ايه دي؟ التريبل. احنا فين التريبل عندنا؟ لو حطيت التريبل اه مش كده. ايه بس، ايه بس يا عم، بس انا متاكد ان انت قلت الاكانز. اه 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 لو نشيل بوند او نشيل بوندين يعني كل مع كل بوند بتشيل اتش. ما انت يعني مثلا، انت عندك مثلا لو سيست 3 هي الكربون ليها 4، هيبقى هنا اتش وهنا اتش وخلصنا. لا لو شلنا دي زود اتش، زود اتش وتزود اتش بس، وهكذا يعني. طيب ايه فايده، والامثله دي بقى مهمه شويه، ايه الامثله الحاجات او ايه فايده الاستيريو ايزومرز في شغلنا احنا كصيادله؟ قال لك most often only one form shows correct physiological and pharmacological action، يعني هو انانتيومر واحد او هو ايزومر واحد هو اللي اكتف. فور اكزامبل only one enantiomer of morphine is active as analgesic. يعني الامثله دي مهمه، يعني المورفين ادي اول واحد، ادي انانتيومر واحد بس اللي اكتف. only one enantiomer of glucose is metabolized in our body، نوع واحد من الجلوكوز بيحصل له ميتابوليزم to give energy. and only one enantiomeric form of adrenaline is neurotransmitter، يعني الادرينالين الفورم الايزومر بتاعه ما بيشتغلش neurotransmitter. اه all but one of the 20 essential amino acids are chiral، يعني هما 20 امينو اسيد 19 منهم فيهم كايرال كربون او فيهم يعني تمام، فيهم ايزومريزم يعني. Thus it's important to understand stereochemistry for a better understanding of drug molecule their action and toxicity. برضو المثال اللي احنا قلناه قبل كده بتاع البروفين، there are two stereoisomeric form of ibuprofen. The drug exists in S and R isomers. Enantiomers only the S form is active, the R form is completely inactive although it's slowly converted in the body to the active S form. تمام؟ يعني ماشي نمشي. الثاليدومايد يعني لو فاكرين اللي هو الفوكوميليا واميليا، الفوكوميليا اللي شفت لمب واميليا ما فيش لمب. الله ينور عليك. يعني الثاليدومايد ده كان دواء عادي بيتسرف للنوزيا والمورنينج سيكنس. لقوا اكتشفوا ان واحد ايزومر منهم بيشتغل يعني عادي ملوش سايد افكتس، وواحد منهم كان له سايد افكتس بنت كلب وكان يعني تيراتوجينيك. اه كان تيراتوجينيك وعمل مشاكل تقريبا في اليابان، باين في اليابان كان فين؟ كان ما اعرفش ده الكلام ده في الاربعينات او الاربعينات والخمسينات حاجه كده، مش فاكر في اليابان ولا فين. عمل هو اللي وضح اصلا، ما كانوش يعرفوا اصلا ان في حاجه اسمها كده اصلا. تقريبا بيبقى فاقد عضو او اثنين او عضو اصلا عضو كده. او كوسات كليفت بلد دي اللي هو سقف البق تقريبا. ايون شفا الاجنبية حلوة. بس another example of thalidomide، it was prescribed to prevent nausea and vomiting sickness in pregnant women but it turned out to have teratogenic effect because thalidomide molecule can exist in two stereoisomeric form. One form is active as a sedative but the other is responsible for teratogenic activity اللي احنا اتكلمنا عليه. فلوكسيتين قال لك commonly known as Prozac تمام is a racemic mixture. برضو عندنا الوارفرين يا جماعة، racemic mixture دي معناها ان الاثنين isomers موجودين. يعني انت عندك الفلوكسيتين وعندك الوارفرين برضو racemic mixture. برضو تبقوا عارفين الموضوع ده ان الوارفرين بيبقى موجود، يعني يفتكروا في الجسم للأرلس والفينيتوين تقريبا racemic mixture. غالبا مش فاكر والستالوبرام والستالوبرام. ما هو استالوبرام والستالوبرام الاثنين والستالوبرام الستالوبرام ده اللي هو الايزومر بتاعه. وعندك مثلا وعندك اسمه ايه الاوميبرازول، كان في حاجه ما الاسمه برازول، عندك الاسمه برازول ده او الاوميبرازول. الاوميبرازول الاوميبرازول ريسيميك ميكشر يعني موجود فيه الاثنين، انما الاسمه برازول واحد منهم بس. لا لا طب انا هنا بحط الاثنين ليه؟ ايه انت مش بتحطه ليه؟ هو انت وانت بتصنع بيطلعوا الاثنين. هو انت مش قاصد وما تقدرش تفرقهم مش قادر تفرقهم او مش مفيش فايده من تفرقتهم او مش فارقه. هنا
الايزومر الثاني مش هيفرق معايا ما هو في ساعات بيبقى الايزومر اكتف وشغال برضو عادي يعني انت في عندك حالات الايزومر شغال وعادي يعني زي حاله الايبوبروفين ان هو يخش جوه الجسم ويتحول والاثنين اكتف ما هو الاثنين كانه عادي يعني كانك خدت الجرعه كلها لما بنعمل هنا اسئله مختلفه اللي البروفيل الواحد اكتف والتاني دخل جوه الجسم اتحول اكتف تمام ساليدومين اصلا ده تراتوجينيك خطر جدا لازم تفصلهم ده او ده مش فارق معايا بس هو واحد بس هو اللي اكتف هو الواحد اللي اكتف بس التاني مش هيدور لا والوارفرين برضو عندك ريسيميك ميكستشر والاثنين بيشتغل والاثنين يعني واحد بيتحول للتاني جوه الجسم عندك الاسمه برازول ده مهم ان هو وان ايزومر يعني دي مهم المعلومه دي ما تنسوهاش لان دي برضو الاسمه برازول ده وان يعني الاومي برازول ريسيميك ميكستشر الاومي برازول الاثنين على بعض انما الاسمه واحد بس الستالو برام ده نوع واحد يعني برضو الستالو برام الاثنين راسمك ميكشر الستالو سيتالو برام نص الجرعه بتاعت الستالو برام الله ينور ايمن الستالو برام بقى ده وان ايزومر من الستالو برام بتاخد 10 مللي تقريبا الستالو برام 10 مللي الستالو برام تقريبا 30 مللي 20 ما هو الستالو برام النص نص الجرعه نص ستالو بس تمام لا ده هو بص انت عندك صفحتين رسومات صفحتين رسومات تمام one of the current methods of for resolution of enantiomers is the reaction of بص هو دلوقتي عايز يفصل هو دلوقتي بيتكلم enantiomers هو دلوقتي عايز يفصل enantiomers يعمل ايه لو انتوا هي عايز ماشي بس هو الاول قبل ما يدخلها كروماتوجرافي لازم يعملوا لازم بص هو بيعمل حاجه اسمها بيطلع واحد منهم بس ما هو طلعش الاثنين في الرياكشن مظبوط بس شوف هو ماشي دي هو بقول لك one of the current methods for resolution of enantiomers عايز تفصل الانتيومرز عن بعض هتعمل ايه هتقلك بقى اذا رياكشن اوف ريسيميك ميكشر وذ ا سنجل انتيومرز of some other compound يعني انت هتجيب انت دلوقتي عندك اتنين enantiomers على بعض مثلا وارفرين مثلا هتعمل له هتقوم عامل معاه هتخليه يتفاعل مع enantiomer واحد من 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 حاجه ثانيه من مولكيول ثاني يعني مثلا هتدخله جروب جديده هيتحولوا لدايستيريومرز هيحولهم من انانتيومرز لدايستيرومرز هيفصلهم ازاي لان الدايستيرومرز زي ما قلنا ديفرنت هاف ديفرنت انت عندك الدايستيرومرز مختلفين الفيزيكال بروبرتيز ما هو بص ما انا عارف هو دلوقتي ايه جاب الانانتيومرز اهم احنا عايزين مثال مثلا الانانتيومر اهو انانتيومر اهو مثلا اتنين انانتيومرز اهم تمام احنا عايزين بس يكون فيهم دايستيريو مثلا اهو حط عليه جروب زياده فمسك في واحد بس لا هما مسكت في الاثنين لازم تمسك في الاثنين بص يا باشا ادي انانتيومر مثلا اهو تمام الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض هيفعلهم ايه؟ لو مسكت في الاثنين هيفضل انانتيومر لا سامحك كمل ايه؟ لا امسح صبورها احنا لو سبقنا مش هتترسم ماشي هي صعبه كمان تتخيلها اصلا هي صعبه تتخيلها الدايستيريومرز اللي هي اللي جنبه ايه دايستيريومرز ايه انا فاهم بس ما كانش اللي هم كانوا نون ميرور ايمج هو بص هو كل القصه انه عايز يحول الانانتيومرز لدايستيريومرز هو الانانتيومرز بيبقى دكتور الانانتيومرز مش لازم يبقى في اثنين كايرال كاربون ممكن يكون الانانتيومرز على واحد كايرال كاربون بس تمام فهو هيجي هيقوم الراسيميك ميكشر موجود عندك اهو هتفعله مع انانتيومر من حاجه ثانيه الانانتيومر دوت من حاجه واحده لما يخش على الاثنين هيخلي في اثنين كايرال كاربون تمام والاثنين كايرال كاربون دول مش هيبقى المركب النهائي ما هوش ميرور ايمج ما هوش هي الانتيومر الجديد مسك في الاثنين ايوه بس لما مسك بقى مركب جديد خالص شكله مختلف ما بقاش ميرور ايمج طالما مش ميرور ايمج بقى دايستيريومرز طالما دايستيريومرز يبقى هاف ديفرنت
هاف ديفرنت فيزيكال اند كيميكال بروبرتيز. طالما في ديفرنت فيزيكال بروبرتيز هنقدر نفصلهم بقى بميلتنج باي طريقه. تمام تمام. قال لك the enantiomers of the other same compound, this reaction changes the racemic mixture into a mixture of diastereomers. Diastereomers have different melting boiling point and melting point solubilities and can be separated by conventional means, the recrystallization chromatography. Chiral chromatography can be used to separate enantiomers. اللي انت بتتكلم عليها دكتور بقى اللي هي الكايرال كروماتوجرافي بقى. recrystallization. تمام. بصوا يا جماعه هيسالكوا برده معلش الفانكشنال جروب دي, لان انا شفت كذا سؤال بيسال مين في دول مثلا اسيدك فانكشنال جروبس او مين في دول بيزك فانكشنال جروبس. انت عندك النيوترال فانكشنال جروبس اهي, او اللي هي يعني تمام الالكين والالكان والالكين والاروماتيك والالكوهول سواء بقى برايمري سيكندري او تيرشري, والايثر والثيو ايستر والالدهايد والكيتون والامين والامين والايستر والامايد والكربونات. وعلى فكره انتوا لازم تعرفوا شكل الفانكشنال جروب دي, لازم تعرفوها, لانه ممكن يجيب لك رسمه فانكشن جروب يقول لك ده ايه, ده امايد ولا اماين, ده كاربوك ده 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 فينول ولا الكحول كده. بيجي فيها سؤال او اتنين في القصه دي في الفانكشنال جروب, ويقول لك يجيب لك ده دي من الاسئله العبيطه اللي ما ينفعش تفوت. يعني يجيب لك فانكشن جروب يقول لك ده ايه, ده امين ولا امايد, ده 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 مثلا ده برايمري الكحول ولا سكندري الكحول, ده ترش يعني انت فاهم. بس ده ما يعني سؤال عبيط يعني, والمفروض ان احنا فاكرين الكلام ده. تمام. الاسيدك بقى فانكشن جروب عندك كربوكسيليك اسيد والامايد والفينول والسلفونامايد سلفونيك اسيد. يعني ده كده ده تكمله ده تكمله اللي هي دي هتلاقيها في الكومبرينسيف. دي في الكومبرينسيف عموما يعني مش في حاجه غريبه يعني. دي في الكومبرينسيف البيزك فانكشن جروب اللي ده موجود في الاسيدك وموجود برضه في الفين. امايد حاجه والايمايد حاجه. الله ينور عليك. هو انت المفروض لو بصيتوا هتعرفوا يعني. انت عندك السلفونامايد والسلفونيك اسيد ال وعندك اهو التيترازول والثيول, عندك البيزك فانكشن جروب الامين والامين برايمري وسكندري وتيرشري, وعندك الامين والاميدين والجوانيدين. تمام نحفظ بس الاسماء وبشكل جروب. لا هو يجيب لك فانكشن من دول ويقول لك ده ايه, او يجيب لك كذا فانكشن جروب يقول لك مين فيهم اسيدك او مين فيهم بيزك مين فيهم نيوترال مثلا يعني. سيب السؤال ده من الاخر. مين فيهم لا ليه ليه ليه, ليه بس نسيبه ليه. هناخد بس النومن كليتشر لان ساعات بيسالوا في النومن كليتشر خفيف كده. النومن كليتشر يعني ايه؟ بيسالك بالايوباك نيم. بيسالك بالايوباك نيم. ايه اللي هو بالاسم الكيميائي اللي هو بال ايون. يعني في اسماء للمواد الكيميائيه, في اسماء احنا عارفينها اسماء كده بالحب يعني, زي مثلا سوربيتول او جلوكوز. انما بقى هنجيب بقى اسمه الكيميائي, هنقعد بقى نحسب بقى هنحسب انه ده الايوباك نيم. هنحسب لو واحد كربون اتوم اللي هو ميثان او ايثان او ميثان او ميثين او ميثاين. مفيش ميثين ولا ميثاين اصلا, انا بألف. هو الميثان لا انا مش قصدي عشان الميثان كربون واحده خلاص بقى ما تفضحنيش. انا لسه بقول مفيش ميثين ولا يبقى ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان اوكتان نونان ديكان. سيبكم من 11 من 12 دي. تمام بنحسب ازاي بقى هنا بيوريك اهو. يعني مثلا جايب لك امثله وبيقول لك هو بيرقم ازاي وبيحسب ازاي. بس خد في بالك برده هو ما بيجيبلكش مركب طويل زي كده عموما يعني. عمره ما هيجيب لك مركب فيه مثلا 6 7 كربون, استحاله. لا ده هو يجيب لك 2 3 4 بكتير قوي. مركب ويديك اسامي ويقول لك اسم المركب ده ايه. ايوه تقعد تعد بقى. ايوه ده سؤال مهم. ما عرف فاضي بقى. قال لك the naming of alkane is based on the prefix indicating the number of carbon atoms in the chain. prefix ده اللي هو اللي في الاول.
اللي هو بريفكس وسافكس لو فاكرين يعني انديكيتنج كلايلتس. عشان هو الكان بعد ما احط سافكس احط ان. ايون الكين احط ان. ايون ايون نتعلم النقطه في الموضوع. Your back naming is alkanes based on prefix indicating the number of carbon atoms in the chain as shown below followed by suffix an. احنا بنتكلم دلوقتي على الالكين على الالكينز يعني. اهو اهو قال لك اهو هنا مثلا جاب لك اول حاجه انت عندك ايه اول مركب انت بتحسب التشين الطويله. التشين الطويله ادي 1 2 3 4 دي اطول تشين عندك تمام اللي هي في الاول رسمه على الشمال. اول رسمه على الشمال انت عندك 4 كربون. 4 كربون بيتقال عليهم ايه؟ بيوتان. كربون نمبر 2 كربون نمبر ماسكه مجموعه ميثايل يبقى 2 ميثايل بيوتين. تمام ادي عندك تاني واحد 3 بالراحه 3 دي بروبان دي سهل 3 بروبان يبقى 2 ماسكه الميثايل يبقى 2 ميثايل. خدوا بالكم برده 2 ميثايل بروبان الكومون نيم بتاعه الكومون نيم بتاعه ايزوبيوتين. لا ده مش تحفظه ده ما فيهاش حفظ اصلا ما فيهاش حفظ يعني ده بس عشان تبقى عارف يعني سيستميك انت عندك ادي 1 2 3 4 ثالث واحد يبقى ادي بيوتان. 2 ماسك 2 ميثايل فبكتب 2 2 2 2 داي ميثايل يبقى 2 و2 داي ميثايل بيوتان الاخراني ادي عندك 1 2 3 4 5 6 6 يبقى اسمه ايه؟ هيكسا هيكسا هيكسان تمام. يبقى انت عندك 2 ايثايل لا 3 ايثايل 3 3 ماسك فيها ايثايل اه 2 ايثايل اه 2 ايثايل قبل الميثايل ايوه عدد الاكبر حبيبي يبقى 3 3 ايثايل 2 ميثايل الاكبر الاول هيكسان الاكبر الاول لا الفابيتيك 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 المذهب الايه ده؟ المذهب الاوباك مذهب الاوباك هنعمل ايه طيب؟ ده انتوا معاش 3 ايسايل؟ 3 ايسايل انت عندك على الكربون رقم 3 في ايسايل جروب و2 ميثايل هيكسان تمام؟ نفس نفس بقى طريقه التسميه دي بقى بس ايه بقى؟ تمشي عليها ميسين بقى لو في دبل بوند يبقى بروبين لو في ثلاثة لو في بقى الكين الكين تو فانكشن لا 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 ما بينزلش للنقطة دي لا خالص 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 لا 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 انا حتى بقول لك مش هيجيب لك عمره ما ما انت هتتزاول لا بس مش هيزاولك لا مش هيزاولك مش هيزاولك لا مش هيزاولك والله ما عمري على فكره انا عايز اقول لك اسئله الاورجانيك معظمها يا اما يقول لك انا اللي شفته يعني ايه بويلنج بويت من دول اكتر ويجيب لك ستراكشرين ونقول ونقول القصه دي وتشوف بقى مين اللي مين مفرع ولا مش مفرع طويل ولا مش طويل وبتحسب يقول لك مين في دول اسيدك او بيزك جروب تمام ممكن يخش لك في التسميه التسميه دي ممكن يعني ممكن تجي لك سؤال ما هو بس هقول لك حاجه برضو انت كتب الاسئله المشكله بتاعت الكيمياء كلها كتب صعبه جدا كلها كتب تقيله يعني كتب الاسئله بتاعت الكيمياء سواء المنان شروف او في الريكولز اللي انا بقولها لك اللي انا بقولها لك اللي هي تقيله هي دايما الاسئله مكتوبه يعني في في الداتا هتلاقيها مكتوبه هتلاقيها في في ريكولز في ريكولز تلاقي في ريكولز كتير كمان على فكره تلاقي في حاجات يعني اكتر من انها تخلص اصلا يعني تمام لا لا ما هي نفس الطريقه بس لا ايه بدل ما هتقول ان هتقول اين هتقول مكان بس يعني لو هو بيوتان مثلا هي 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 تحت هنا انت لا في الصفحه اللي وراها في الصفحه اللي وراها هنجيبها هنجيبها كان الدبل بوند قبل السبمنت مع بس تحاول معاها تجيبها اي حد يخلص يا عم خلوش حالكم تمام طيب the only intermolecular forces between molecules of alkanes are weak dipole dipole forces
As a result, compared with other functional groups, alkanes have low melting point and boiling point. دايما الالكانز بتبقى حاجات دايبول دايبول بس, ودي ودي ما فيش بولاريتي, فما فيش بوندنج كبيره, فبوندز قويه, فده بيخلي الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت قليله. And low solubility in polar solvent, طبيعي لان هي مش بولر اصلا, فطبيعي انها تبقى insoluble في البولر سولفنتس زي الووتر يعني. But high solubility in non-polar solvents زي الهكسان والديكلوروميثان. Alkanes have only sp3 hybridized carbon. بصوا يا جماعه, برضو السؤال اللي بيجي في النقطه دي يقول لك الانجل اللي ما بين الانجل اللي ما بين اللي ما بين الاس بي 3, انت عندك الاس بي 3 الانجل بتاعه اللي ما بين, يعني مثلا انت عندك السي اهي 109.5 اتش اتش, لا ده فيلم طويل, لا ومالوش دعوه بيه خالص, مالناش دعوه بيه خالص خالص في الامتحان, فيلم طويل. هتلاقي لو عايز في كتاب اورجانيك ممتاز عندك اللي اسمه اورجانيك كيمستري فور فارماسي ستودنتس لو عايز توسع, بس احنا فانما الاس بي 3 ما لا. طيب ال وادي الويدج الاخيره, ادي الاتش, ادي الاتش اللي هي ال دي فوق بقى, هي ماشي فوق او تحت ايا كان. المفروض الاس بي 3 بتبقى الزاويه دي 109.5 تمام. ده رقم الزاويه, لا ده مساحه الزاويه, قيمه الزاويه بتاع بتاع كل الاس بي 3 او كل الالكانز كل, طالما بص طالما في اربعه, طالما في اربعه يعني اربعه بوندز تبقى الزاويه 109.5. طيب لو بقى ايه, ما هنعتبر ان هو الكين, بين البوند والبوند الثانيه, بين البوند والبوند الثانيه, بين البوند في اي اتجاه, بس الصراحه بتبقى شكل بيسموه ايه, مخروط فبتبقى الزاويه ما بينهم كلهم 109.5. الالكين عندك ده ادي ادي سي ماشي, وادي اتش وادي اتش ماشي, هنا الزاويه ما بين دول 120. ابص هي الحاجه الوحيده اللي اتلخبط بتاعت الاس بي 3, لان انت لو جمعتهم على بعض لا هيكملوا 360 ولا ما هيكملوا, انما ده في ثلاثة, طالما في ثلاثة بوندز بس انت لو قسمتهم على 360 هيبقى ايه الزاوية 120, وكذا اللي هي بوند ما بين اثنين, يعني لو اثنين كده بس سيبك من السي واي كانه مثلا ايه ام جي اي حاجة اي حاجة, طالما في اثنين يبقى الزاوية ما بينهم 180, هنا الزاوية ما بينهم 120, دي سهلة تعرفها لوحدك مش موضوع, انما دي اللي تلخبط شوية لان انت لو جمعت ال 109.5 لا هيسألك الزاوية كام, وش 109.5, ما انت هتحفظ, هي دي الوحيده اللي هتتحفظ, انما دي سهله ودي سهله, دي مش محتاجه تحفظ ولا دي محتاجه تحفظ. 180 يكون في ممكن في اي حاجه تانية ان يكون في يعني اثنين بس طالعين من الموليكول اللي هنا, اثنين بونز طالعين بيبقى زي الميه مظبوط. انت عندك الاو هنا اتش وهنا اتش, هنا ما بين الزاويه اللي ما بين البوند دي والبوند دي 180, لا ما هي دي اثنين, ما هي دي اثنين مش ثلاثه, هنا في اثنين بوند بس, هنا دي ثلاثه يعني مثلا ايه, احنا عايزين نجيبها زي مثلا ايه اللي فيه ثلاثه ايه مثلا يعني اهو ماشي, خلي ان عشان نبقى منطقيين ماشي, ان اتش 3 امونيا تمام 120, الزاويه دي 120, الزاويه دي 120, الزاويه دي 120, السي بقى عشان اربعه بتبقى في شكل في الفضاء شكل مختلف, بيبقى الزاويه ما بين كل بوند وبوند 109.5. بس هم مش بيبقوش, ما ينفعش يتعمل على الاستراكشر واحد, لازم يبقى في اثنين على الاستراكشر واحد ورا وواحد قدام, لازم هو طبيعي, ما طبيعي اصل انت ماسكه في اتش كلها ولا مش لازم اتش, مش لازم اتش, تعملوا الكون ده انتوا تحفظوا الزاويه كده 109.5 مع الاركان بس ال 120 وال 180 سهله, بس ال 120 بالمنطق انت هتعرفها دي مع الالكين, لا بالمنطق هتعرفها مش لازم الكين, يعني انت عندك ان اتش 3 ما هوش الكين اصلا اهو, انت يعني لو سي ماسكه في ثلاثه يبقى الثلاثه الاتش التانيين
يبقى انت كده مش محتاج يعني. انت لو بصيت كده هتقولي الزاويه كام؟ ما هو انت لو قسمتها على 360 يبقى الواحده 120. خلصنا اس بي 3 ان او الكان يبقى الزاويه 109.5 زي ما 109.5 ماشي. بس انت عشان ماشي ماشي لا احفظها. ما هي هتتحفظ. ما هي ال 109.5 دي هتتحفظ ما لهاش حل تاني يعني. يقول لك مثلا ولا لا 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 السؤال بيبقى دايركت ما تقلقش. مش هيلف ويدور عليك اي حاجه. هو بص هيلف ويدور عليك في الفرما في الثيرابيوتكس في الفارماكولوجي. مش هيلف ويدور عليك في الحاجات الرخمه. لا مش هنعطل كلنا اصلا. ايه ما اخدناها يا ريس. ما الفارماكولوجي معناها ثيرابيوتكس. ما عايز تغوط غوط هو. ثيرابيوتكس فيها اصل انت مش هتخلص. ثيرابيوتكس دي مش هتخلص فعلا بقى. ثيرابيوتكس دي انت ده فيلم طويل. تمام تمام. هل كانز اونلي هاف اسبيشلي. احنا كنا فين؟ احنا كنا بنتكلم in a perspective formula bonds in the plane of the paper are drawn as solid lines. Bonds sticking out of the plane of the paper towards you are drawn as solid wedges. And those pointing back from the plane of the paper away from you are drawn as broken wedges. والله كنت مفكر ان انا ما كنت مش كاتبه اللي احنا قلناها قبل كده. broken wedges with solid wedges. Alkanes undergo combustion reaction with oxygen at high temperature to produce carbon dioxide and water. يعني دي 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 من ضمن التفاعلات الالكاني ان هو يعني بينحرق بال وبيطلع اصلا اكسيد الكربون والميه. تمام. الكولز تمام. او الالكولز قالك the function group of an alcohol is a hydroxyl group. Therefore an alcohol has a general formula ROH. R دي اي بقى اي مجموعه انت عايزها. تمام. Alcohols are usually classified as primary و secondary و tertiary alcohol. لا في الجدول بقى. لا بص انت هتلاقيها هنا فين تحتها. تحتها اهي. بص يا سيدي انت عندك في ثلاثة الكال جروب. بص هنا انت عندك اول واحد البروبانول. تمام. بروبانول دوت بنقال عليه primary ليه؟ عشان في واحدة بس في جروب واحدة بس الكايل جروب. تمام. عنده 2 اتش. يعني دي او دي ما تتوهنش. يا اما عنده 2 اتش يا اما عنده واحدة الكايل جروب. تمام. الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش. الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش عليها كام اتش؟ عليها كام اتش؟ ايوه لو عليها 2 اتش يبقى برايمري. عليها اتش واحده يبقى سكند. بصوا يا جماعه يبقى البرايمري الكول اللي هو عليه 2 اتش. السكندري الكول اللي عليه 1 اتش. التيرشري الكول ما لهوش اتشات. مش ما عليه. ما هي برده ما لهوش اتشات دي بتلخبط. الكربون ماسكه فوق الكربون ما عليهوش اتشات بس. ايوه بس ماشي حاضر. البرايمري الكربون عليها 2 اتش. او الالكايل جروب او واحده الكايل جروب فقط اللي هي CH3CH2 اللي جنبك. تمام. عشان ما تتلخبطش الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش عليها كام اتش. الكربونه اللي ماسكه في الاو اتش عليها كام اتش. لو عليها 2 اتش تبقى برايمري. عليها واحده يبقى سكندري. ما عليهاش ما يبقى تيرشري. طيب سؤال برضو من اللي بيجي كتير. البرايمري الكول ما بيتاكسد بيتحول لايه؟ كربوكسيليك اسيد. لا اول اكسد الدهايد. كربوكسيليك اسيد ثاني كيتو والثاني السكندري كيتو. الترشري ما بيتاكسدش. طيب يبقى الاولاني اما بيتاكسد البرايمري الكحول لما بيتاكسد بيدينا الدهايد. تمام. سكندري الكحول لما بيتاكسد بيدينا كيتون. ترشري الكحول ما بيتاكسدش اصلا. ده فين الكلام اللي فات قلنا خدناه قبل كده بس انا بقولها تاني برضو كشغل اورجانيك. البرايمري الكحول بيدي الدهايد. البرايمري الكحول بيدي الدهايد. سكندري الكحول اون اوكسيديشن بيدي كيتون. يدي اسيتات دهايد بعدين تحول لاسيتيك اسيد. سكندري بيدي كيتون. الترشري ما بيديش. تمام. كيتون ما بيديش عشان ما فيش سكندري. الترشري ما فيش اكسد. مش هيتاكسد اصلا.
قالك وين هيدروكسيل جروب از لينك درايك دايركتلي تو ان اروماتيك رينج، ده بنقول عليه فينول يعني. تمام يعني انت عندك اهو عندك ما يبقاش الكول يبقى فينول. انت عندك الفينول ايون اروماتيك تمام. ام بص هو لا دي كلها، هو دي كلها على فكره دي كلها اكسرسايزز على التسميه بس يعني اكسرسايزز اللي هو الفينول هيدروكس واحده اصلا مش واحد ده هو اصل لوحده انت هتسال هو لوحده هترقم ايه هلا هيدروكس بنزين هيدروكس بنزين ما انت طب معلش هو انا الترقيمه لما باجي ارقم الكربونات برقمها من يمين ولا الشمال دي تفرق ايه؟ هقول لك انا يا سيدي حسب الاو اتش بترقم من ناحيه رقم الكربونات بترقم بص يعني انت دلوقتي انت عندك الـ 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 المركب مثلا بترقم من عند الاول بترقم من عند لو في هالوجين او في عندك او اتش او الحاجات يعني في جروب في فانكشنال جروب بترقم من عند بترقم عشان يديك الليست نمبر السبستيتيوت يعني انت مثلا انت عندك هنا مثلا انت عندك هو جايب لك كذا مثال يعني انت عندك البرومو عشان في برومين هنا بدا يرقم من عند البرومين تمام عشان البروم ما يجي ياخد رقم ياخد رقم قليل مش مثلا البروم يبقى مثلا واخد رقم 6 مع ان ينفع له رقم 1 بتفرق التسميه لا هو كده لا هو كده ما تقولش ليه هو هو كده هو قانون لا مش عشان كده هي فعلا هو كده وهنا برضه رقم 1 من ناحيه الكلونيه برومين مثلا لا هو فيه اللي فوق ده طيب انا برقم انا برقم من عند انا برقم من عند السبستيتيوت اللي تحت نفس الكلام يعني عندك ما هي ايوه انا بدور على اكتر واحده عليها كلور مظبوط هو ايوه انا ببتدي من عند المهم ان انا اخلي الاو اتش اقل رقم لا 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 هو هو بيزد على درجه الاسيتون دي قصه طويله بقى لو عندي اكتر من سبستيتيوت وهبتدي ارقم يعني مثلا عندي هنا او هو ما هو بي ار وسي ال هبتدي ارقم من عند الاو اتش لانه اكتر واحد فيهم الكترون الكترون نيجاتيف مظبوط لا 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 ده استحالة انا والله العظيم فعلا مش بهرج هو على فكرة ومش هيطلع اكتر من من الميثان والإيثان والبروبين اللي هم اول اربعة اللي هم لا اللي هم شوية الاول الاربعة الاول يعني عمره ما هيجيب لك تشين ست سبعة ويقول لك رقم ويجيب لك عشرة لا 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 عشان ايوه لا 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 ده هو لا ده هو واحد بس اللي هيشغلك عليه لا 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 استحاله لا ده استحاله مش استحاله تيجي في في لا هو مش قصه عامل حسابه هو مش عايزك ماستر في اورجانيك كيمستري بس هو مش عايزك هو عايزك تبقى فاهم بس مش اكتر بس يا دم معدي فلك الحلقه دي ورجع ورا وخلاص يبقى الدنيا فصلت نكمل نكمل alcohols have considerably higher boiling point ليه ليها higher boiling point بالمنطق كده ليه عشان فيها OH وبتعمل hydrogen bonding electronegativity polar بيحصل bonding بتزيد تمام considerably higher boiling point due to the hydrogen bonding between molecules they are more polar than hydrocarbons and are better solvents for polar molecules تمام هيدروكربونز الالكان والالكين والالكان الالكان ساده من غير اضافات يعني من غير او اتش من غير كلورين اللي هو هيدروكربون يعني بروبان سي هات بس سي هات واتشات وخلصنا سي هات واتشات دول هيدروكربونز محاضره غايه السوده تمام الامينز يعني هيدروكربون دي اللي هي التشينز ايوه سي هات واتشات لا لا مش هيدروكربون لا لا هي هيدروكربون بس مفيش او اتش زياده مفيش كلور زياده مفيش كلور زياده اسمها هيدروكربون كربون هيدروجين وكربون بس ما فيهاش بقى مثلا صعب طه يعني ده الالكين امينز بقى الامينز دي ار كلاسيفايد برضو برايمري وسكندري وتيرشري نفس القصه بس بنعرفها ازاي بقى يعني بنعرف البرايمري تبقى NH2 شابطه في 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 اي بقى استايل جروب اي جروب بقى عندك تمام في مثال جروب ده NH بس السكندري NH بس التيرشري N بس
اما يجي يقول لك واحنا بنشتغل على فكره واحنا بنشتغل في الادويه كنا بنقول كواترنري امين كواترنري امين كنا عمالين بنقول كلمه كواترنري امين دي كتير ان عليها 4 وعليها بلس ايون Esters are like are produced by acid catalyzed reaction of carboxylic acid with alkenes known as Fischer esterification. ده طريقة التصنيع يعني لو عايزين تخشوا على Fischer esterification وتشوفوا ايه التفاصيل بتاعتها خشوا على الكتاب اللي بقولوكوا عليه بس ما ننصح ايوان CO وماسكة هنا في COO COO على فكرة مش CO Ester COO في منهم واحده دبل بوند اكيد ولو سي او بس لو سي او هتبقى كيتون بس دبل بوند او في حته يعني هتلاقي سي دبل بوند او وهنا او هنا ار وهنا ار هي الكربوكسيليك اسيد بس بدل ار دي كان في اتش وحطينا ار هيدروليسيس بالستريز ودي الكربوكسيليك اسيد والالكوهول سنة دكتورة سنة دكتورة سنة دكتورة عشان بس الالكينز احنا فهمناك الاستر لسه انت ليه؟ هي ما فيهاش حاجة تتقال اصلا هي الاسترز بس هي زي ما قلت لك لا 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 هي بتقولك هي بتتصنع عن طريق رياكشن بالكربوكسيليك اسيد مع الالكوهولز والرياكشن ده بيبقى اسيد كاتالايزد واسم الرياكشن ده فيشر رياكشن بس اسيد والكول يديك ايستر بس ها تدي ميه فبتك تطلع ميه بتدي ميه عشان بس لا ماشي بتدي ميه تدي ايستر وميه ايوه تمام برضو عمره ما هيجيب لك نومين كليتشر ايستر ولا يعني برضو عشان برضو نبقى الكينز الالكينز قلنا الالكينز قلنا دبل بوند يا جماعه الالكينز دبل بوند تمام قال لك ان ساتوريتد طالما في دبل بوند اي حاجه تبقى ان ساتوريتد تمام ان ساتوريتد هيدروكربونز ذا كونتين كربون كربون دبل بوند عندك بقى دي اول واحد ايثين زي بدل ما بنقول كنا بنقول ان زمان هنقول ان دلوقتي ايثان بروبين ايثين بروبين بيوتين بنتين هنا بص سيس بيوتين اهو خدوا بالكم السيس اللي احنا لسه واخدينها وترانس بيوتين تحت في الرسمه تحت سيس بيوتين وترانس بيوتين وسيس بنتين وترانس بنتين لو انتوا يعني دي بقى هتعرفوا ايه دلوقتي لما بتيجي مثلا تسمي الكين هنا هتلاقي مثلا فوق على اليمين هتلاقي بيوتين وبنتين وهكسين بس بتحط بقى جنبها الرقم اللي عنده الدبل بوند يعني انت عندك في البنتين اتنين بنتين او اتنين بيوتين او اتنين هيكسين بنرقم يمين ولا شمال ازاي بنشوف الدبل بوند اقرب فين بنشوف الدبل بوند اقرب للناحيه دي ولا الناحيه دي ونرقم للناحيه الاقرب تمام اذا كان نفس الغرب مش فارقه بقى يعني لو هم سته وهو في النص هديك ثلاثه هيكسين عايزها من ناحيه السبستيتيوشن لو في سبستيتيوشن ده لو في ولو في سبستيتيوشن هو رقم بعيد برضه من على الطرف فمن هبتدي بالسبستيتيوشن الكاينز الكاينز نفس الكلام بس 3 بوند تمام وبنفس التسميه بنفسك بس بقى ايه هنقول بقى ايه اين بقى بدل اين اين هتبقى بيوتاين بنتاين كده يعني معلش بس السؤال ده واحد بنتين بنتايلين ده ايه ده ده فين ده واحد بنتين اسمه بنتين بين قوسين بنتايلين مش واحد بنتين ده اسمه تجاري ده واحد بنتين اللي هو محطوط على فوق يعني ايه عشان انا وعيته رقم واحد يعني عشان البوند في اول واحده بس البوند في اول سي يعني في اول سي هي تمام هم خمسه سي يا شريف ده الالكاينز تمام الالكاينز كده نفس الكلام بس الالكينز تمام احنا قلنا اللي هي فيها 3 بوند aromatic compounds have the following general properties ليهم properties دي they have high degree of unsaturation شو بقى they have high degree of unsaturation يعني فيهم حتت كتير دبل بوند بس في نفس الوقت resistant to addition reaction تمام ما هو دلوقتي في ريزونانس مركب 6 الثلاثه بص يا دكتوره ريزونانس اهو ادي الرينج ايون الرينج بقول لك
بتلف ايون فما ما 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 بتقبلش addition reaction. They favor electrophilic substitution reaction. تمام يعني نعمل substitution reaction انما ما نعملش ما نعملش addition reaction. These compounds are unusually stable. اه يعني المفروض ان هم لا هم stable. They have low heat of dehydrogenation and low heat of combustion. They are cyclic compounds. ايه هيدروجينيشن لما تيجي تعملها هيدروجينيشن ما بتحتاجش حراره عاليه يعني تمام they are cyclic compounds. These compounds are flat and planar يعني ما همش يعني حاله البنزين مش مكسوره كده ايه ما ايون مست يعني ايون مسطح بس هنا بقى في التسميه برضو حته صغيره في الاورثو وال الاورثو ميتو بارا بص يا جماعه بص يا جماعه هنا دي اورثو ودي ميتا ودي بورا دي برضو اورثو ودي ميتا برضو ودي برضه هي لو عكستها هي تبقى هي تمام يعني هنا مثلا عندك ايه هنا ادي اول واحده في على الشمال اورثو دايبرومو بنزين اورثو دايبرومو بنزين الثانيه ميتا دايبرومو بنزين بارا نفس الكلام ايزوبرينول ايوه ميتو بروتينول مظبوط دايبرومو دايبرومو الميتا ال بنزين ده موجود في الواقع يعني لا التولوين ده التولوين ده ده مسائل حاله بنزين على CH3 تمام انيلين حاله بنزين وعليها NH2 بس بالانيلين ولا مثلا لا هو بس لا هو هي دي حاجات مشهوره يعني دي 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 دي, دي حاجات مشهوره لازم تبقى عارف شكلها بس يعني بايريدين رينج ما حد يقول لك بايريدين رينج لازم تبقى فاهم اصل ممكن يقول لك في الكتاب في مثلا في سؤال بس دي يعني مش بيخش يقول لك احنا لو غيرنا في البايريدين رينج على رقم 3 حطينا عليها CH3 المركب ده هيبقى ايه انت فاهم كده يعني ممكن يجيبها لك كده نجيب لك ستراكشر بس دي يعني مثلا لو غيرنا مثلا هتجيب لك ستراكشر مثلا بس دي يعني مش بس انا عايزك تبقى لا تبقى لا هو مش سميك بس انا عايزك تبقى عارف الحاجات المشهوره بس عشان لو اتسالت فيها بس الحاجات دي حاجات اصل دي حاجات مشهوره ما ينفعش ما تبقاش عارفها يعني بس البايريدين رينج ما ينفعش تبقى عارف مش عارف بايريدين رينج مش عارف يعني الايزوكوينولين رينج كده بايرول الثيوفين الفيورين رينج الاندول رينج دي رينجز دي المفروض تبقى عارف شكلها بس مش عارف شكلها وعارف مسميها احنا ما عملناش الرينجات دي كبيره ليه شويه احنا مش شايفين ايه هتلاقي في كومبرهنسيف برضو نفس الكلام هتلاقي في كومبرهنسيف يعني دي الهيترو سايكل تمام ال 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 حاجه خفيفه كده هنعدي على الامينو اسيدز كده دي اشهر الحاجات دي اشهر الرينجز الموجوده اللي المفروض تبقى عارف شكلها يعني تاني حاجه الامينو اسيدز الا كونتين دايما الامينو اسيدز يا جماعه دايما هتلاقي فيها اسيد جروب في حته وامينو جروب في حته تمام عشان كده دايما يقول لك الامينو اسيدز دايما بتبقى موجود عايشه في الدايبول مومنت او في الزويتر ايون يعني فيها سالب من حته وموجب من حته الا كونتين بوث ان امينو ان كاربوكسيليك اسيد جروب اند ار ذا بيلدينج بلوكس اوف بروتينز اروماتيك امينو اسيدز الفينيل الانين والتيروسين والتريبتوفان بيزك امينو اسيدز زي الارجينين الهيستيدين اللايسين مش لازم تحفظوا الاسماء بس تبقوا عارفين مين البيزك امينو اسيد مين الهيدروكسيليك امينو اسيد تبقوا عارفين اسمه يعني سلفر كونتيننج امينو اسيد زي السيستين والميثيونين اميليك امينو اسيد مش لازم تحفظ الاستراكشر خالص لا لا تعرف بس اسماء بس مش لازم تحفظ الاستراكشر مش هيطلب منك استراكشر لا هو بس تبقى عارف بيزك مثلا امينو بس يعني بس مش لازم لا 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 مش لازم لا هو ايه الفرق بين بيزك وهيدروكسيليك في او اتش هيدروكسيليك في او اتش والسلفر كونتيننج فيها ليه في او اتش في السيرين اهو في او اتش في السيرين ادي او اتش في السيرين اهو يعني هو ده مركب اصلا لوحده ده بيزك انهو ده كده
اه ده مركب لوحده. ايوه وده مركب لوحده. اه ده هيستيدين وده ليسين وده ارجينين وده ارجينين. ده بيزك امينو اسيد. اه ده بيزك امينو اسيد. هيدروكسيليك بحط عليه او اتش دي دي. اه زي السيرين ده ثريونين ثيونين زي السيستين وده الميثيونين. تمام. يبقى احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا البروتينز عباره عن امينو اسيدز متركبه يعني في بعض. امينو اسيد في بعض. ايه البوند اللي بتجمعهم ببعض؟ بيبتايد بوند. بس بيبتايدز ار بايولوجيكلي امبورتنت بوليمرز ان ويتش امينو اسيدز ار جوينز انتو تشين ثرو اميد لينكجز كولد بيبتايد بوندز. تمام. معلومه كده على السريع برضو تتابع البايو يعني تبع البايو كيمستري. معلومه كده 8 اسينشال امينو اسيدز. الامينو اسيدز اللي هي اسينشال اللي هي ما اللي هي لازم تاخدها من اكل خارجي انت جسمك ما بيصنعهاش. اه بقولك يا باشا البيبتايدز او البروتينز. هي البروتينز مكونه من ايه؟ بروتين امينو اسيد ماسكين في بعض. الماسكه دي بقى دي اسمها بيبتايد بوند. تبقى امينو لينكج. اه بتبقى امينو لينكج واسمها بيبتايد بوند اللي هي اخر واحده دي لازم نيجي. لا 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 يا دكتور مش مشتركين مع بعض او لاحمين بعض. بص هما بيلحموا في بعض ازاي؟ بص بيلحموا في بعض ازاي يا باشا؟ ادي هنا بوزيتيف وادي هنا نيجاتيف. اه يقوموا ايه لاحمين هنا تمسك مع الان اه بيسموها بقى امايد. اه بيسموها امايد لينكج او بيبتايد بوند. بس اسينشال امينو اسيدز بقى اللي هو لازم تاخدهم في الاكل الخارجي فالين ليوسين ايزوليسين فينيل الانين تريبتوفان ثريونين ميثيونين. اه دي اسينشال دي لازم. في بقى يقول لك سام تايمز دي امتى؟ سام تايمز دي في حالات معينه في الاطفال الصغيره خالص اللي لسه يعني في عندك حاجات يعني عندك الارجينين والهيستيدين. هو كده لك سام تايمز ارجينين اند هيستيدين اولسو انكلودد ان ذا كاتيجوري اوف اسينشال امينو اسيد. يعني ساعات بنحطهم وساعات ما بنحطهمش. اه سيمي اسينشال دي بتبقى في دايما الاطفال الصغيره. يعني الاطفال الصغيرين ما بيعرفوش يصنعوا لا الهيستيدين ولا الارجينين بس فبيسموهم سيمي اسينشال يعني ساعات وساعات. ذا نيوترال فورم اوف امينو اسيدز ار زويتر ايونز اللي احنا كنا بنتكلم عليها. زويتر ايونز يعني في نيجاتيف ومو. اه ذس از واي امينو اسيدز ار انسوليبل ان بولر ان ابولر سولفنت. ابولر مش بولر او نون بولر. خلوها نون بولر اشيك. ابولر دي رخمه. نون بولر يعني الامينو اسيدز ما بتدوبش في البول في الـ في اي في الايون اي جي ايثر ايه ايون. they have large dipole moment. water is the best solvent for most amino acids. لسه محاضره جايه كيمياء برضه. اه على ايه بقى؟ خلصت؟ لا لسه شويه. هنشوفوا البروجوز فين ازاي؟ لا 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 يا راجل لا. حضرة سهلة كده يا جدعان. حضرة كده هنغير بنعقلك أكتر. باشا أنا آسف. على فكرة احترمت وجودك. أنا آسف. بس. أنا باشا حقك لو حصل التاني. لا لا باشا لا والله والله مش قصده مش قصده. يعيب. لا لا طب تعالى بس تعالى. والله ما أنا شوف أنا جيت لك لوحدك أهو قلت لك أنا آسف.